أخي بحاجة هي تكون باقي صغير وخاصك ضروري تنوض تخدم وتعاون باش تاكل طرف ديال الخبز، ما تبقاش بلاش لانتا لعائلتك. أنا سمير، يمكن لكم تعيطوا ليا ولد النجار، هادشي باش معروف، هادي هي الكنية اللي مكنين عليا. الوالد كان غير نجار، من نهار عقلت عليه هو مقاتلو معذب مع الزمان، كنت كنعاونو مرة مرة، أما بالنسبة للوالدة فا غير الدار. واخا الفقر والعيشة صعيبة وخايبة ما خلاش الوالد تخرج تخدم. عندي واحد اختي صغار مني باقا كتقرا، وانا كنت خارج من القراية، والنهار كامل كتلقاني غير في الدرب كندور ولا في البيار، المهم ما كنجلسش في الدار. عندي جوج صحابي يحيى وطارق، كنا بحال الخوت، الخوت اللي مولداتهمش ليا اميمتي، كنا بثلاثة كنعيشو المعاناة ومعذبين مع بعضياتنا. كنا تبلينا غير بسبب هاد المشاكل والفقر. في الصباح كنضلوا في الدرب والبيار، وفي الليل كنريحوا في شي كوان وكنشربوا. كنا كنشربوا مع بعضياتنا، العائلات ديالنا كيتشكاو منا، وكاع الدرب خايف منا حيت كنا باسلين. انا بكثرت ما والديا صدعوني بنوض تخدم نوض تحرك نوض دير شي لعبه، كنت هبط عند الوالد الكراج ديالو، بقيت كنخدم معاه باش ما يقولوش هذا جالس. كنت كنخدم معاه بلا درهم، كنعاونو. اصلا انا نزلت لعندو غير باش يسكتو ويسدو فامهم عليا. كنخدم بالنهار وبالليل، كنجيب الكاو مع الدراري كيف قلت لكم في شي كوان ولا في شي جنان، المهم شي بلاصه خاويه. حتى لواحد النهار كيف العاده مريحين نيت في واحد الجنان، هاد الجنان كان ديال واحد خونا كنقولوا ليه اللحيه الحمراء كان صابغ لحيتو بالحنة. المهم خونا واحد الشيباني كان مرة كيخرج يتبعنا كيزف علينا بداك الحياه، إلا عرفتو الحياه، الحياه هو واحد شرويطة كدار فيها حجرة كيزف علينا بها. ولكن من النهار قتلنا ليه كلبو مبقاش كيدور بينا كاع. كنا مريحين ديك الليلة أنا ويحيى وطريق سكرانين، حتى بانت لنا الصطافات جاية، لاراف جاية، الواشمة وقفات قريبة لنا وهبطو واحد جوج بغاو يشدونا تابعينا. ومع حنا ماشي في هاد العالم كنا زاعمين بزاف وما عارفينش شنو كان ديرو. هربنا ليهم وتبعونا، بقاو تابعيننا ودخلنا الجنان وحتى هما ما عياوش. ملي دخلنا الجنان ضربنا واحد الدورة عالمية ورجعنا عاوتاني لديك الصطافيط بثلاثة، كنضحكو مهلوكين. كانت الصطافيط خاوية، الواشمة خاوية، طلعنا ليها لقينا فيها واحد السلاح في وسط منا كيجلسنا، جلسنا بثلاثة لقدام. أنا هزيت داك السلاح غير الشراب لعب بيا. بقى يحيى كيسوق حيت كيعرف يسوق، بقى كيحماق في الطريق. وخرجنا من داك الجنان كاع، تفاوتنا بشي ربع ساعة بحال هكاك حتى سمعنا الصوت ديال الطوموبيلات ديال البوليس من مورانا تابعيننا. بقينا هاربين وهما تابعيننا حتى تلفناهم وهبطنا من ديك الصطافيط، هربنا في واحد الدرب. ما بقيناش عارفين فين حنا اصلا، بقينا غاديين كنتمشاو حتى بان لينا واحد البار، بار محيحين فيه لداخل. كنا كنسمعوا الصداع من برا، حنا راه بيلا. وانا شاد الفردي تحت مني، هزيت الفردي من الصطافيط، الدراري كلهم غير كيكركرو ما مسوقينش لهادشي اللي واقع. كنت عارف ولا عندي العقل ديال دابا ما كنتش غندير هادشي. قصدنا داك البار، كملنا اللي بقى لينا تما، بقينا كنشربو نشربو وكنزهاو. الدراري ضبوا على واحد جوج ديال البنات بقاو ناشطين معاهم، وانا كنت باقي جالس بوحدي سولو. بانت لي واحد خويتي مريحه بوحدها قصتها وبغيت ندوي معاها، وختنا والو ما داتهاش فيا، وانا كنت بيلاو ما عقلتش على راسي. ما بانوا لي غير واحد جوج ديال القراعي، هزيتهم ضربتهم ليها في راسها، هرستهم ليها على راسها. ما كنتش عارف شنو كندير. جاو شي خوتنا دايرين فيها واعرين، بقيت مضارب معاهم ودوروني، بداو كيضربوا فيا حتى بانوا لي الدراري كيشيروا عليهم بالكراسه والقراعي. ناط تما الحرب صراحه، خوتنا اللي كانوا مضاربين معايا تخلعوا، كاين فيهم اللي طاح كاع بشي ضربه ديال شي كرسي. بان لي طارق ويحيى مرونين اكثر مني. بنادم ديال السيكوريتي دوك الفيادر ما كدوش يدخلوا فينا، عرفونا قدروا نضربوا باي حاجه. من واحد الفيدور زعم شويه ودفعني وكان كيبان صحيح، عرفت بلي لا تخاصمش معاه غناكل قتله ديال الحصى. ما حسيتش براسي حتى مديت يدي للسروال من لورو، جبت السلاح، جبت داك الفردي. تخيلوا معايا بديت كنتيري في دوك خوتنا الفيادر،
اللي لقيته قدامي كان تيري فيه، طاحوا كاملين. انا ما كنعرفش شنو هو السلاح، ما منيش شفت السلاح غير في الافلام الهنديه والامريكانيه. ما عرفتش منين جات هاد الزعامه ومنين جات البلان كامل. طاح بنادم قدامنا ونغوات الروينه وحنا باقين مسوقينش. خرجنا كنجريو من داك البار سالتينا لجونا البوليس، بقينا غادينا فواحد الدربه تكوانينا. وقلت لهم الدراري غنكونوا دابا نايض علينا الروينه وكيقلبوا علينا. ومع ذلك الدراري بداو كيضحكوا، قالوا لي شناك بحال تزغيتي تخلعتي ولا؟ بقيت كنشوف فيهم وبديت كنضحك حتى انايا. باش نزيد نوضح لكم، كنا خايبين، كنا مكاريب ديال بصح، هز عنا الصداع والمشاكل وما كنخافوا من والو. بقينا مريحين وفي بالنا حاجه وحده، اللي داز من هنا عنده الزهر الا بقى بحوايجو ما ديناهمش ليه حتى هما. بقيت تما انا وياهم وكنقلبوا على بنادم كاع اللي خارج في ذاك الليله كنكريسي ودين امه. مره مره كنا كنبدلوا البلاصه، بقينا شحال كنقلبوا حتى ما بقى حتى شي واحد كيدوز. بغينا نرجعوا للدرب ديالنا وكل واحد يمشي في حالاته. كنا كيبان لينا باللي راه ما درنا حتى حاجه. عاد زيد الدراري كانوا بالعين شي حبات ديال القرقوبي، انا ما كنتش بالع، ما كنتش كنبلع، ولكن شبعان شراب وجوانات. حتى بغينا نمشيو للحومه، ولكن بديت كنفكر وقلت للدراري باللي راه يقدروا يكونوا البوليس تما وكيقلبوا علينا. نطق يحيى وقال لينا راه كاينه عندي واحد البراكه بعيده شويه، ما عرف حتى شي واحد، راه كنخليها لنا الوالد. قلت ليه ما عمرك ما ديتينا لها؟ قال لي راه كانت مسدوده ما كنقربش ليها، كانت ديال الوالد كيجلس فيها بعض المرات. قلت ليه يلا نمشيو. تحركنا بثلاثه لديك البراكه، وفاش وصلنا لتما طحنا كاو، دخلنا في ذاك الليل سدينا عنا، تكينا نعسنا بحوايجنا، نعسنا وما فقنا حتى الغد ليه في العشيه. خرجنا ديك الساعه ومشينا لواحد الصناك قصينا فيه مزيانه وما خلصناش، عطيناه الجرعة والتاني وبدينا كنقلبوا على شي بزناسة تما، حيت خاصنا شي واحد يعطينا نبيعو، خاصنا الصرف حيت ما بقى عندنا تا درهم، وهادشي اللي كنعرفو نديرو. سولنا واحد خونا وصيفطنا لعندو واحد خونا واحد اخر، ومشينا لعندو تقدينا من عندو شي بركة بدوك الفلوس اللي بقاو عن الطريق فقط، حيت داكشي اللي بقى عندنا. من بعد تكوانينا في واحد الدرب وبدينا كنبيعو، وفوق ما كيبانو لنا البوليس كنتحركو. بقينا هكاك حتى الليل، وحنا نقلبوها عاوتاني كريساج. صافي وركنا على البطونه، صافي كحناها والواقع غادي يطيح غادي يطيح. اللي داز كنديو ليه رزقو. بقينا هكاك وكنجمعو في الصرف الليل كامل وحنا هكاك، وتحركنا عاوتاني للبراكه. بقات الحياه ديالنا لعبه بحال هكا، وما عرفتش كيفاش البوليس لحد الان ما شدوناش، وبهينا نايضه علينا الهيلاله. بقينا هكا حتى لواحد النهار كنا جالسين كنبيعو في الحشيشه، وقفوا لنا شي ربعه ديال الدراري وبغاو يديو الحشيش الصحه، ما بغاوش يخلصوا، بغاو يديوه بلا فلوس. ما من هما ما بغيناش في الاول نتخاصموا معاهم، ولكن باننا لاصقين وباغي الحشيش ومقطوعين، ما تزريناش ليهم. بداو كيتجبدوا معانا، حنا ما صبرناش كاع، بدينا كنخلطوا روينا نط تما. طارق جبد واحد الجنويه من تحتو، صرفق واحد خونا لراسو، ولكن غمزت الدراري باش ما يديروش شي ضربه خايبه. من كثرة الصداع وروينا شي حد عيط للبوليس، كلشي تفرتك، ما بقى حتى شي واحد كيدور تما. بقينا معلقين حتى تلفنا تاني في الزناقي. قال لنا يحيى الدراري هادشي راه ما خدامش، كثرنا بزاف، انا باغي نمشي للغربه نمشي في حالي، راه لا شدونا والله حتى القليله 10 سنين ديال الحبس للواحد. دوا طريق وقال ليه شوف انا راه براسي منين تا باغي نخرج من هنايا، ودابا هي الفرصه باش نسلتو في حالنا. بقيت كنشوف فيهم وعرفت باللي فعلا راه حنا كحنا. قلت لهم راني متفق معاكم، هادشي راه ما خدامش لينا، غنجيبوها في راسنا، وهاد الايام ما سلتناش، يلا نغبروا من هنايا. نضنا وقصدنا البراكه، بقينا جالسين فيها، والغد ليه مشينا قلبنا على شي حد كيحرق، قلبنا بزاف وسولنا بزاف حتى لقينا واحد خونا، درنا معاه باش يحرقنا، وقال لينا شحال خاصنا ديال الفلوس. ما كانوش عندنا الفلوس كاع، وهادشي اللي خلانا نزيدو نكريسيو في بنادم ونبيعو في الحشيش. دازت شي شهرين هكا، تخيلوا معايا روشير شي شهرين ما لقاوناش كاع، جمعنا الصرف اللي يكفينا وقصدنا خونا.
منين دوينا معاه قال لنا السيمانه الجايه غتجيو لهنا في الليل. تحركنا في حالنا ودوزنا ديك السيمانه غير مخبين حيت كانت نايضه علينا بالصح. منين جا الوقت مشينا لعند خونا. خونا بالصح كان ضابط الامور ديالو، دانا حدا البحر حتى جات واحد الزودياكا، طلعنا ليها وبقينا محركين، وفعلا دانا الصبليون. بقينا مخبين في ديك الزودياكا كنتحركوه بالليل. تخيلوا معايا ديك المسافه الصغيره درنا فيها مده، اما بالنهار فكيباشي الزودياكا بواحد البرص زرق باش تبان بحال البحر، باش ما يشوفوهاش المخزن ديال الصبليون دوك الجمارك ولا ما عرفتش. ملي وصلنا للصبليون خونا اللي جابنا قال لنا تحركوا مع هاد الغابه هادي، دقه ودخلوا لشي مدينه وتخباو. وفعلا داكشي اللي درنا، تحركنا مع ديك الغابه شي 30 دقيقه، بقينا كندورو فيها. عاد خرجنا منها دخلنا لواحد المدينه تما، بقينا كنقلبوا فين نريحوا وجلسنا في واحد الجرده، بقينا داويين. وقلت لهم صدقات لينا الدراري، ولكن راه خاص نكحلوها حتى هنايا فاش ترون نعاودو نغيروها. قال لي يا يحيى بصح بلان قياده، حنا غنكحلوها ونديرو الصرف، ولكن غير نوليو معروفين متبوعين خاص نغيروها من هنايا. دوا طريق وقال لينا ولكن الدراري خاصنا شي دوله اللي تكون مناسبه لهاد البلانات كاملين اللي كنديرو. ما غلقاوش حسن من الطاليان. قلت ليه بصح الطاليان مزيانه، ويلا دابا نتحركوا في حالنا. مشينا كنقلبوا على شي بلاصه اللي نبقاو نباتوا فيها، بينا ما نقلبوا ولكن في الاخر لقينا واحد الكراج في الاول ديال الغابه، باينه ما كيمشي ليه حتى شي واحد، كراج في واحد الدار مهجوره. ريحنا فيه تما وارتاحينا. فاش طلع الظلام حنا نخرجوا، بقينا دايرين في المدينه وكنقلبوا على شي ضحايا، واللي بان لينا كنكريسيوه بنفس البلان بنفس السون، واخا ما كيفهمش اللغه ولكن كان كيحسب لنا بلي هنايا بحال المغرب. البوليس ديال هنايا شحال من مره كانوا على شويه يشدونا ماشي بحال المغرب، وبزز باش كنا كنسلتو. دوزنا شي ايامات هنايا وحنا غير كنكريسيو كنشفرو كنكريسيو. تعرفنا على شي خياتنا تما، والصراحه داك اللي قال لك القاوريه راه تشوف مغربي تبغيه والله ما كذب، فعلا تعرفنا عليهم ولينا كنجلسوا معاهم، وبدينا كندخلوا شويه الفلوس، كرينا واحد البرتوش وبقينا مع دوك البنات وشرحنا لهم السيتوياسيون ديالنا. تخيلوا معايا قبلوا انهم يتزوجوا بينا، تزوجنا بهم ودرنا وريقاتنا وريحنا في ديك البلاصه اللي كارين. بقينا بثلاثه، من بعد غير صوبوا لنا الوراق دوك البنات طالقوا معنا حيت داروا معنا هذا البلان هذا باش يصوبوا لنا وراقنا تعاملوا معنا. في واحد النهار كنا راجعين للدار بثلاثة عيانين، طحنا نيشان تكينا نعسنا، تا كنوض على الدقانة والهضرة من برا كتيرة، شفت في الدراري لقيتهم تا هما فايقين وكيشوفو شي شحال ليت الباب، حتى دخلوا عنا البوليس شدونا وداروا لنا المينوط، بقاو غاديين بينا نيشان لواحد الكوميسارية ديال تما، سدو علينا في واحد لكاب صغيرة وبقينا جالسين. من بعد دخل واحد الكوميسير وبدا كيسول فينا دوك الاسئله، وحنا ما كنفهمو والو من داكشي اللي كيقول، كنضمقو غير شويه بلونجلي. علمونا دوك البنات شويه ديال الصبليونيه ولكن باقين فالصو، بقاو معانا والو. حنا كنا كنقولو لهم عرب سبيك عرب، مشاو جابو واحد خونا كيترجم وكيدوي بالعربيه بالدارجه، بداو كيسولو فينا وخونا كيترجم، وكاع داكشي اللي كيتهمونا به كنكرو. قال لك بزاف ديال الناس شاهدين ورفعوا دعوة عليكم وراكم غتمشيو للحبس. بقينا مريحين ومخلوعين، بتنا تما الغد اللي داونا بصح للحبس. قال لك غتحاكموا من بعد، من بعد سيمانه غنتحاكموا حيت باقيين شي ادله خاصين. داونا للحبس الخوت، حطونا في واحد السيلون نقي، داكشي مختلف بزاف على المغرب. وفي وسط من الحبس ودرنا بلاصتنا، جايبين معنا ديك الفكره ديال النهار الاول ملي ندخل للحبس ما خصكش تبان مزاري، وداكشي اللي درنا نيت، درنا بلاصتنا بالزربه. منين كنخرجوا ناكلوا كنبقاو مخنزرين في بنادم. في النهار الثاني لينا تما كيجلسنا ناكلوا، واحد خونا ناضو بدا كيخربق وكيعاير فينا ولكن ما فهمتش شنو كيقول، جاب لي الضحك. بديت كنشوف في الدراري وحتى هما كانوا حابسين الضحكه غير بزز. من بعد ضحكنا قدام بنادم وتفرشخنا على داك خونا ضحك. خونا ما رضاش، جا قصدنا وبغاو ينوضوا الدراري وانا نحبسهم. قلت لهم غير ريحوا انا غنتكلف بهاد خونا هذا. نطو بالزربه خشيت ليه واحد الكرسي في راسو،
وعاودته بواحد النص. من بعد رجعت لبلاصتي عادي. خونا نوضو دوك صحابو من بلاصتو، مبقاش قادي يتمشى، مبقاش دوا معانا. غوتو دوك الحراس ديال تما جاو كيجيريو، ضاروا فينا ولكن ما ضربونا ما والو. داو خونا باش يداويوه حيت ضربته واحد الضربه قاصحه بالكرسي في راسو. المهم ما طرا ليه والو، ومن داك النهار وقع الدراري اللي تما كيحتارمونا. حتاش كان داك خونا اللي تما بحال قلتو قاطعه. سالت السيمانه وجا الوقت باش غنتحاكمو. مشينا القاعه ديال المحكمه، لقينا بزاف ديال الناس اللي ضدنا وشحال من واحد باغي فينا الخدمه. والصراحه حنا نستاهلو حيت ما عيناش من الاجرام لا في بلادنا في بلادات الناس. كان تما واحد خونا كيترجم وبقاو علينا علاش درتو هكاك وكذا وشحال ديال الهضره. حنا غير ساكتين. من واحد جهه عجبنا الحب الصراحه، فيه الماكله والبلاصه زوينه، ولينا قاطعين تما من الفوق وكلشي كيحترمنا، كان كلشي فابور. والنهار اللي كيكون فينا الجوع بزايد كناخذوا الماكله ديال شي وحدين. سالات الجلسه وحكموا علينا بام عام وست شهور، ورجعنا وبقينا غير جالسين في الحبس ناشطين بيناتنا وكنضحكوا مع راسنا. دازوا تقريبا سبع شهور غير الماكله والنعاس ولونطريما، ما بقى حتى شي واحد كيقد يدوي معانا كاع. منين عطاوني باش ندير ابيل عيطت لمالين الدار. هاد المده كامله ما عيطتش ليهم، ما قلتش ليهم مشدود ولا شي حاجه، قلت لهم راني في الصباليون نصوب مسائلي وغادي نرجع باش نعاونكم. وقطعت، ما بغيتش نطول معاهم في الهضره. كنا مريحين في الشومبر ديالنا حتى جا عندنا واحد من دوك لي غارديان حل علينا وقال لينا تبعوني. بقينا غاديين معاه ودانا النيشان لعند المدير. بقينا معاه واحد جوج خوتنا، واحد واقف وكيشوفوا المدير والاخر جالسين كانوا كيدويو. مشينا جلسنا تما وبدا كيدوي المدير، وداك الثالث باقي كيترجم لينا حيت باقينا ما شادينش الصباليونيه. وخا هاد المده كامله راسنا فيه الحجر، كان المترجم وقال لينا غدا غادي تخرجوا من هنايا وغتمشيو مع السي مايكل. وشاف خونا اللي جالس تما اللي كان كيدوي مع المدير، بقيت انا كنشوف في الدراري، وقال لي داك يحيى باللي ملينا نيت من هاد الحبس نمشيو في حالتنا بركه. طارق كان متفق معاه، وافقنا وقالوا لنا نجمعوا حوايجنا ونوجدوا ريوسنا. وفعلا تقادينا وجدنا راسنا، والغد ليه جاو خرجونا. خرجنا ونيشان ركبونا في واحد الطوموبيل، يلاه تحركنا حتى غطونا وجهنا. واحد ثلاثة كانوا راكبين ورانا، كان الطوموبيل دوك كاتكات الكبار، غطونا وجهنا ودقولنا شي حاجة في كتافنا حتى غيبنا. أنا حليت عينيا في واحد البيت وحدايا طريق ويحيى اللي كانوا حتى هما يلاه كينوضوا. بقينا تما حتى لواحد شوية دخلوا عندنا واحد خمسة ديال الرجال، خرجونا من تما وبقينا غاديين معاهم حتى وصلنا. حد الآن ما فاهمين حتى شي لعبة. حطونا حدا داك خونا، وكان هو داك مايكل اللي شفنا في الحبس اللي كان مع المدير. جا واحد خونا كيترجم وقال لنا داك مايكل، أنا مايكل، دابا نتوما غادي تخدموا معايا. بلا ما نطول معاكم في الهضرة، أنا أكبر مافيوزي هنا في الصبليون، غادي تخدموا معايا وبمقابل غنتهلا فيكم، غتمشيو معايا رجال غتخلصوا مزيان، ومن دابا حسبوا راسكم خدامين، إلا حاولتوا تخرجوا غادي تموتوا. أنا اللي سلتكم من داك الحبس، باقي عندكم الحبس طويل، وأنا اختاريتكم حيت سمعت بلي راكم قاطعينها في الحباسة تما وعندكم سمعة خايبة. المهم اللغة غادي نتعلموها، غتكونوا قبضتوا منا شي حاجة. المترجم ها هو، غادي يبقى مقابلكم غير نتوما حتى تتعلموا. غنقادو ليكم كونت بونكير لواحد، وغنشوفوا ليكم فين تسكنوا بثلاثة حتى تجمعوا الصرف. غنتهلا فيكم، غير نتوما كونوا رجال. شفت في الدراري وضحكوا بجوج، قلت ليه فين حنا بعدا؟ قال لينا دابا نتوما خرجتوا من الحبس، جبناكم لهنايا، انا مافيوزي صبليوني ولكن دابا مستقر في الطاليان، نتوما دابا راكم في الطاليان، نساو عليا داكشي اللي عشتو تما، غتبداو من الاول معانا. بقيت كنشوف انا في الدراري وحركوا ريوسهم زعما موافقين وبلي ما عندهم حتى شي مشكل. قلت ليه موافقين، قال لينا مزيان. عيط لرجالو وقال لينا غادي يديكم لواحد الدار اللي غادي تكون ديالكم. بينما حركتو الصرف معايا، ولا بغيتو ديك الساعه تبدلوها بدلوها. من بعد تحركنا من عندو داونا دوك الرجال بصح لواحد الدار، ريحنا تما ونطق يحيى ملي كنا جالسين وقال لينا الدراري بلان هذا من الحبس للطاليان. غادي تكبت،
بقينا ضاحكين بيناتنا شويه. خرجنا قصينا برا وبقينا مسيركلين في ديك البلاصه. طاليان مختلفه بزاف، كنا ما بغينا نديرو لا صداع لا والو دابا، حتى يلا جينا وما عارفين شنو كاين هنايا وما عارفينش حتى شنو غيدير معنا داك مايكل. من بعد تحركنا للدار ودازت سيمانه ما قال لنا داك مايكل والو، حتى لواحد النهار جات واحد الطوموبيل كحله قدام الباب. منين حلينا الباب هبطوا واحد جوج رجال منها قالوا لنا يلا مايكل باغيكم. مشينا معاهم حتى وصلنا لديك الفيلا ديال مايكل، دخلونا لعندو وبدا كيدوي عاوتاني. وكيف العاده المطارجي ما حدانا قال لنا من غدا غتبداو، وبغيت نخيركم بين جوج ديال الخدمات اللي غديرو، اختاروا ما بين تكونوا رجال ديالي اللي قراب ليا وتحميوني وتدافعوا على المافيا ديالنا الوقت كامل، ولا نعطيكم شويه ديال الحشيش وكل نهار تفرقوا، كل نهار بعتو كثر غتجمعوا فلوس كثر، وكل مره عجبتوني وبديتو كتوليو مجاهدين غنعطيكم نجمه، وهاد النجمات مسؤولين على المرتبه ديالكم. الا كملتو خمسه ديال النجمات غادي توليو تهزوا الحشيش وتوصلوا للبزناسه وهما اللي غيفرقوه، ولا ولات عندكم 50 نجمه غتوليو مسؤولين، مسؤولين على الخدمه ديال الحشيش كامله. نتوما غتجيبوه من عند الناس اللي كنتعاملوا معاهم، ونتوما غتفرقوا على خوتنا اللي خدامين معانا. على اين دوك اللي خدامين معانا وغتفرقوا عليهم الحشيش غيكونوا عندهم 5 ديال النجمات، هما كيوصلوا للبزناس الاخرين. لا في 300 نجمه غتوليو من العناصر المهمين بهاد المافيا، وقليل اللي كيوصلوا لها. وهاد البلان ماشي بزاف باش درناه، باقي جديد، المهم شبان ليكم الاولى ولا الثانيه. قلنا ليه كاملين في دقه واحده ثانيه، حيت بزنيس ديالنا حرفه ولفناه، هادشي جبناه من المغرب. وعاد تبزنيس غيطلع لنا الكراد لا بقينا حدا ما غنديرو والو، من تبزنيس نقدروا نوليو مهمين. قال لنا مزيان مزيان راكم متحمسين، المهم خاصكم تعطيو اكثر من جهدكم باش ما تكونوش عاديين بحال الاخرين، ونتمنى تسمعوا الهضره وديروا الخدمه هي هذيك. اه وراه غتبداو تجيو لهنايا كل نهار باش تعلموا اللغه، ولا بغيتو ترينيو عطى الله لي صاله فين ترينيو، يلا نوضوا في حالكم. خرجنا من عنده في حالاتنا ودانا داك اللي جابنا عاوتاني حطنا حدا الدار، سولنا على شي بلاصه كيتباع فيها الشراب تما ولقيناها، شرينا قراعي ديال الشراب باش نزهاو ديك الليله. وفعلا طاح الظلام روناها ديال بصح، جبنا الكاونيت ما حليت عينيا وما عقلت على راسي حتى الصباح. حليت عينيا لقيت الدراري باقي طايحين كل واحد فين مليوح، مشيت دوشت ورجعت عاوتاني لقيتهم باقين ناسين، ما بان ليا غير واحد السطل ديال الماء عمرتو بالماء وخويتو عليهم. نضو قاف زين وباقين دايخين، خليتهم كيشوفوا فيا وخرجت في حالي. جبت من قصيوه ورجعت كلينا من موراها، خرجنا لعند مايكل عاوتاني باش نبداو داكشي اللي قال. وصلنا وقال لنا دابا اليوم غتبداو تبيعوا، وعطانا الثمن اللي غنبداو نبيعوا به، حتى السلعه حتى هي مدها لينا. قال لنا فاش تساليوا غتجيوا الحصه ديال اللغه، وهكا غادي تبقاو حتى توليو مزيانين في اللغه وتزيدوا في الكراد ديالكم. خدينا من عنده الحشيش كي قلت لكم، ورانا فين غادي نوقفوا ونبيعوا. عطانا كاع التعاليم وصيفط معنا واحد اللي غيورينا حيت النهار الاول هذا. وفعلا دانا لديك البلاصه وبقينا جالسين خدامين، خونا بقى حاضينا من بعيد بالطوموبيل. بدا بنادم كيجي لعندنا باغي يشري، بين هاد القنت هذا ديجا كانوا شي وحدين خدامين فيه قبل منا، واللي كيجي كنبيعوا ليه بالثمن اللي قال لنا خونا. سالينا وتمينا قاصدين الطوموبيل ديال خونا وردنا عاوتاني عند مايكل. دخلنا لعندو قال لنا غندغى، قلنا ليه شنو كاين وعطيناه الفلوس. قال لنا تبارك الله عليكم، فلوسكم غتوصلكم للكونت نيشان، وراه غتبقى تزاد الكميه ديال الحشيش اللي غتبيعو، كل ما غلبتو بزاف غادي تزادكم، راه لا طلعتو النيفو غتربحو نتوما. صيفطنا لواحد القاعه فين غنقراو اللغه، مشينا ونيشان لقينا واحد خونا تما جالس كان كيتسنى داك ديال اللغه نيت اللي كيترجم لينا. دخلنا وكان كيدوي بالعربيه ديريكت بالدارجه، بدا كيعلم فينا حتى سالت الحصه. تمينا خارجين من تما مشينا للدار، ريحنا والغد ليه نفس الشيء، تخدم اللغه وتا الحشيش تبعنا مزيان. دازت شيامات ولينا كندويو مزيان بلونجلي،
حتى بالسبانيونية. من بعد علمنا شوية ديال الطليانية مع الوقت وقبضناها حتى هي، درنا العلاقة ديالنا بالصح وما بقيناش حنا هما اللي كنبيعوا، ولا عندنا 39 نجمة الواحد تقريبا، كاين اللي عنده 38 39. المهم هذا هو البلان. وصلت مع مالين الدار ما راه جوج حتى الدراري حتى هما، وقلنا لهم نصاوبوا هي الوريقات ديالنا، حنا كنا بينا نجمعوا العلاقه عاد نتفكروا مالين الدار، ولينا حنا اللي كنعطيو الحشيش للناس اللي غيبيعوا، ما بقى لنا والو، نوليو حنا اللي كنمشيو نشدوا الحشيش الصحيح ونفرقوه على دوك اللي غيفرقوا. صحاب خمسة النجمات هما اللي كيبيعوه في الزنقة، وفعلا واحد النهار كنا غاديين باش نجيبوا الحشيش من عند واحد خوتنا، فاش وصلنا وقفنا بالطوموبيل كان معنا الشيفور، خوتنا تا هما وقفوا، كنا مسلحين حيت كنا علمنا شويه ديال السلاح. هزيت الفلوس وهبطت عطيتهم الفلوس، عطاوني الحشيش ومشينا ديناه. الغد ليه عيط لينا البوس وبينا معصب، قال لنا اجيو لعندي دابا. تمينا قاصدينو، فاش وصلنا لعندو قال لنا البارح راه جبتو الحشيش ناقص بزاف ودابا غادي نمشيو لعندهم باش توريوهم مع من كيلعبو، حتى انا غنمشي معاكم ولكن غتكونوا معايا. هاد العمليه غتكون اول عمليه ديروها معايا، الا قضينا اليوم غادي نتبعدوا من هادشي ديال الحشيش وغتوليو من الكبار في هاد المافيا. بقينا كنشوفو فيهم مدويناش، قال لنا يلا هالوقت فاش غنهجمو غادي نترجعو عندي، من هنا جوج ديال السيمانات غادي نهجمو، ارتاحوا دابا وجدوا ريوسكم وبقاو كترينيو، انا غنجمع رجال اللي غيخصونا حيت هادوك خوتنا حتى هما راه عصابه كبيره، ولكن خصنا نحيدوهم نديرو لهم الاباده ما يبقاوش. توادعنا معاهم مشينا للدار، ناقشنا انا والدراري وقال لي يحيى بلي خصنا نديرو اكثر من جهتنا، راه لو ولينا من الكبار ديال المافيا غنكحلوها ديال بصح ونجيبو حتى والدينا لهنايا. قال لي طريق هادشي راه بصح اللي كيقول، هادي الفرصة الكبيرة ديالنا. ارتاحينا الخوت دوك جوج سيمانات كنا غير كنترينيو وجالسين في الدار، نوطري مع الماكلة الشراب والدار، حتى جا الوقت وعيطنا مايكل مشينا لعندو، عطانا السلاحات اللي غيخصونا جوج سلاحات لواحد وقال لنا يلا نتحركو دابا. تمينا خارجين في واحد الطوموبيل كحلة وكنا كتار تابعين الطوموبيلات من اللور، حتى الماطر حتى هما كانوا تابعيننا. من قربنا للبلاصة اللي قال لنا البوص، جوج من الطوموبيلات ديالنا تفرقعوا غير بوحدهم، كي تفرقعوا قال لي البوص شي واحد معنا غدار، وحتى انا فهمت البلان، يعني شي واحد معنا قال دوك المافيا باللي حنا جايين وحنا كنا بينا نغفلوهم زعما. قصدنا ديك الفيلا ديالهم وكي بلاصينا لقيناهم كيتسناو فينا، خرجوا شي رجال منهم وبداو كيتيريو، هبطنا حنا تخبينا من مور الطوموبيلات وبدينا كنتيريو حتى حنا وناطروينا. تحركت انا ومايكل والدراري مسلتين وباغينا تخباو في واحد الجهه حيت رجالنا كيطيحوا دغيا، وهما كانوا موجدين لهادشي 100%، بقينا مقاتلين معاهم وكنتيريو ولكن والو. طاحوا رجالنا تقريبا كاملين، بغيت نشد مايكل والدراري باش نهربوا، قلت لهم يلا نمشيو يلا تحركنا. مايكل جاتو قرطاسة على راس نيشان طاح قدامنا، هربت انا والدراري ولكن طحت واحد الطيحه وتلوات لي رجلي، بقيت غادي كنعرج والدراري سبقوني ما بنتش ليهم، حتى بانوا ليا من بعيد الدار وبيشوفوني فين انايا وبنت ليهم، بعدت عليهم خوتنا قاربوا ليا. بديت كنعرج كنعرج حيت كان تما بحال الخلا، بقيت واحد الحفره وزلقت طحت فيها، بقيت كنطلع على الدراري حتى شدوهم خوتنا وانا ما بنتش ليهم كاع. شدو الدراري ولكن ما اداوهم ما والو، باينه بغاو يستجوبوهم ويعرفوا شنو كاين. بقيت لاصق في ديك الحفره باش ميشوفونيش. من بعد ركبوا الدراري في واحد الطوموبيل ونط كنعرج، ما قادش كاع نتمشى ولصقت في الطوموبيل من اللور، كانت طوموبيل كبيره بزاف. تحركوا خوتنا وانا لاصق تما بزز باش بقيت لاصق، رجلي كانت كضرني وكنت كنحس باللي غادي نطيح. وصلنا الخوت حدا واحد الدار كبيره وسط من واحد الغابه وما يبلاصيو، بقيت لاصق انا تما حتى هبطوا كاملين، تمو داخلين مع واحد الباب ديال ديك الدار اللي في الغابه، وانا هبطت من الطوموبيل بقيت كنتمشى بشويه، عقلت على البلاصه فين خلاو الدراري مزيان وعرفت راسي ما غندير والو ما غنفعهم في والو. بعدت من الطوموبيلات مزيان وعرفت بلي خاصني اعتق الدراري بجوج قبل ما يصفيو عليهم. رجعت في حالتي ديريكت ولقيت شي رجال منا باقين تما في الفيلا ديال مايكل، رجعت للفيلا ودويت مع دوك اللي باقين تما وخرجت كنقلب حتى على دوك اللي كانوا كيبيعوا الحشيش ديالنا
وفعلا جمعتهم ورجعت. داز السيمان على هاد الحال وانا غير كنطلب ما يكونوش اداو الدراري. جمعت خوتنا مزيانة وقلت ليهم راه خاصنا بزاف ديال البشر، خوتنا راهم خايبين وما عندهم ما يخسروا. شرحت لهم الموقف اللي فيه حنايا وتقريبا وليت بحال انا هو البوس. عرضت على دوك البزناسه اللي كانوا معايا الفلوس باش ما يغدرونيش ويخدموا معايا مزيان، وقلت لهم كل واحد يجيب لنا شي ميكروب معاه، كل واحد يجيب واحد وغادي يتخلص عليه. من بعد سولت على شي مول السلاحات شي وحدين من الرجال، واحد فيهم قال لي انا كنعرف واحد خونا كيخدم معانا راه كيبيع لنا السلاح بثمن ناقص. مشينا لعندو وخدينا من عندو واحد الكونتيتي مزيانه من السلاح وما تخلصش منا. قال لينا حتى من بعد رجعنا عاوتاني وفرقت السلاح على الدراري كاملين، والغد ليه كلشي وجد راسه وجابوا معاهم بنادم قال لك يعرف السلاح ولا هادشي ديال المشاكل وباغي الفلوس خدم معانا. كل واحد خد السلاح وخد حتى القنابل ديالو، والحمد لله كفاونا السلاحات. ما كانش عندي الوقت باش نتريني ولا شي حاجه حيت الدراري غادي يموتوا، واخا كانوا معايا شي وحدين ناقصين الخبره. الغد ليه بالضبط قلت للدراري كاملين غادي نهجموا غدا في الليل، ما غنزيدوش نهار اخر. وفعلا وجدوا ريوسهم وارتاحوا. فاش وصل الليل عاوتاني وجدنا ريوسنا ديال بصح، لبسنا كاملين الكحل، مشينا لديك البلاصه نيت اللي كنت عاقل عليها مزيان. وصلنا لتما وكان عندنا الزهر، كانت داخله واحد الطوموبيل من تما وتحل الباب. كي تحل الباب صبقت واحد القنبوله باش يسمعوا الصداع ويخرجوا من الداخل، وفعلا الباب تفارى وبقى محلول وخوتنا كانوا غيخرجوا. غمزت الدراري وقلت لهم اللي بان لكم طيحوه. بدينا كنتشيريو مره مره كنصيفط لهم قنيبيله باش نشد تمهم بالزربه، وفعلا صفيناها لكاع دوك اللي خرجوا. ولكن كنت عارف بلي كاين شي عدد كبار منو لداخل. ماتوا منا شي وحدين ولكن ما كنتش مسوق صحابي هما الاولين. دخلنا كنجريو، كانت ديك البلاصه بحال شي حبس، كان واحد الباب ديال الحديد كبير وواحد خونا جالس قدامه واقف هاز السلاح. كي بغيت تيري تيريت فيه، هزيت لي السوار ديالو وحليت داك الباب ديال الحديد. كانت هاد البلاصه بحال شي مصحه عقليه قديمه ومهجوره، ودخوتنا شدوها وبغا يردوها حبس ديالهم ولا ما عرفتش. كي دخلنا بانوا لنا دوك الغرف مكتوب عليهم رقم الشومبر هذا، والضو قليل تما البلاصه معفونه وخانزه، ولكن ما تسوقتش. منين طليت فواحد الشومبر بان لي واحد خونا لابس الزرق بحال نيت في الحبس ومربوط. بقينا غاديين كنقلب على يحيى وطريق، واللي كيبان لي في دوك الرجال كان تيري فيه. تضربوا منا بزاف ديال الرجال حيت خوتنا زيرونا فواحد الطواله، ولكن كنت غالط في الفكره ديال راه باقيين بزاف لداخل. بين المافيا كانت حاطه عدد قليل على هاد البلاصه هادي ومتمركزه في شي بلاصه اخرى، خصنا نزربو باش نخرج الدراري قبل ما تجي الدعم لهاد المافيا هادي. بقيت هكاك حتى دخلت لواحد البيرو، لقيت واحد خونا ضارب واحد الكوستيوم كحل وهز حتى هو السلاح، هزو لي على راسي ديريكت. عرفت بلي هاد خونا غيكون هو المسؤول على هاد البلان كامل. بقى كيشوف فيا وقال لي خرجوا عليا غيقتلوني حتى انا دابا، كاع رجال قتلتهم ديالي، نتوما ما عارفينش المافيا ديالنا راه كبيره بزاف، هذا راه شويه من بزاف. يلا بغى يزيد ينطق وننتيري ليه فراسو. مشينا كاملين كنقلبوا على الدراري حتى لقيتهم، كانوا هما مشدودين تما مع شي خوتنا اخرين طلقتهم حتى هما. تعانقنا انا والدراري وقلت ليهم تبعوني. قال لي طريق سمير خاص كلشي يخرج من هنايا. قلت ليه واخا سيروا حلوا على بنادم. جبنا السوارت وصيفطتهم يحلوا على بنادم، كاع الغرف حلوهم. كان بنادم كيخرج واللي خرجناه من تما كيخرج فرحان بحال عاد زاد. تمينا خارجين من داك الحبس والله ما عرفت شناهو، ما لقينا الباب غير بزز. كي حلينا الباب لقينا شي رجال هازين السلاح مدوريننا، ما عندناش حتى منين نخرجوا. بدينا كنتيرو اللي ليها ليها قرطاس الانتحاري هذا. الرجال اللي معايا بداو كيطيحوا، تحنيت الارض وقلت الدراري صحابي تبعوني تبعوني. تحركنا وخرجنا من واحد القنط، نقزنا من فوق واحد الحيط وتمينا غادين سالتين. كنا حانين ريوسنا وغادين مع لاط ورجال كيتيريو. واحد الشومبر كنا حليناه كانت فيه بنت، منين شافتنا هاربين بقات تابعانا. منين حسيت بها قلت لهاش كديري، قالت لي عطيني شي سلاح راني محتاجاه. كمل خيرك، عطيتها السلاح وختنا طلعت كطير غادين وكتيري في بنادم من بعيد كطيحو قرطاسه لغاص، ما كتفوتش قرطاسه في بنادم.
بقيت انا غير كنشوف الدراري حتى هما يحالين فمهم. تحركنا وتخبينا في واحد الكوان وبدينا كنطيحوا في بنادم. كنبان ليكم بلي كنت غنهرب، ولكن لا، رجعنا للرجال ديالنا. منين دارنا على خوتنا من اللور بدينا كنتيريو فيهم، طيحنا منهم بزاف، خصوصا ديك البنت ما كانت كتزقل حتى شي واحد. بقاو منهم شي وحدين قلال هربوا كيجريو لواحد الطوموبيله، وبقيت تابعهم انا والدراري. يلا قلعوا، رميت عليهم واحد القنبوله تما، سمعتها تفرقعات وتميت راجع. حتى من الرجال ديالي تفرتكوا، اللي مات اللي هرب، قليل فيهم اللي بقى. يحيى قال لي هاد البنت غادي تبقى معانا، راه واعره. قلت لي صافي خليها. طريق سول ديك البنت شنو كانت كدير تما باش نشدو الطريق، كانت طويله وبقات كتعاود لينا. ديك البنت سيدي كانت خدامه معاهم، ومع الوقت شافت واحد خونا كيشفر المافيا ديالها. منين بغات تمشي تقولها للبوس، لقات داك خونا ديجا سبقها. عيات ما دافع على راسها، و في الاخر داروا معها المزيان، ما قتلوهاش ولا حوا في داك الحبس. هاد ختنا كانت هي بحال قلتو القاتله ديال ديك المافيا، كانت كيصيفطوها باش تصفي الحسابات. انا ما فهمتش كيفاش قاتله وهي في شكلها كتبان زوينه وظريفه. بقينا على داك الحال، قصدنا واحد البلاصه تقدينا الماكله، ودست تقديت دوك الاسعافات الاوليه باش نقيو الجرح اللي فينا، حيت كان كل واحد فينا واكل العصا. عاد زيد الدراري كانوا مضروبين كتر مني. تقدينا داك الشيء وقلت ليهم من الاحسن ما نمشيوش للفيلا، نمشيو شي بلاصه اخرى ونجلسو نتعاودو نقولوا لي شنو كاين. وداك الشيء اللي كان، مشينا كنقلبوا على واحد خونا سمسار كيكري الفيلات، وخدينا فيلا واحده اخرى كريناها. دخلنا وقلت للدراري دابا غتجبدوا تليفوناتكم وغادي نتهرسوهم. قالوا لي علاش؟ قلت لهم واحد الطوموبيل من قبيله تابعنا، الماتريكول ديالها ديال البوليس ماشي ديال دوك خوتنا، يعني البوليس دايرين ان حتى هما حلاقم. وفعلا الدراري هرسوا التليفونات ديالهم باش نبعدهم من الفريع كامل. وانا بقيت سامر على دوك البوليس كنشوفهم تابعيننا حتى لديك الفيلا الجديده اللي كرينا. تاكدت باش ندفن في الجرده ديال ديك الفيلا السلاح وكل شيء، وما خليت حتى شي دليل على داك الشيء اللي درناه كاع. وكنت عارف بلي البوليس قريب غاديين يدخلوا علينا. وفعلا شي ساعتين بالحساب بدا الدقان وكيقولوا الا ما حليتوش غنفرعوا الباب. حليت ليهم ودخلوا، قلبوا الفيلا كامله وقلبونا كاملين، ما لقاو عندنا والو. وبقاو عرفوا ما يقولوا لنا غير سمحوا لنا على الازعاج ومشاو في حالاتهم. وفي هادي طلعت مطور وقافز. طارق كان مضروب واحد الضربه في الكتف ديالو، جلس كنداوي عليه. ويحيى كان كيدوي مع ديك ختنا، وباين بيناتهم شي اعجاب ولا شي لعيبه، باين البلان كامل. منين عزلتو سولتو قال لي راه كانت مشدوده في واحد الشومبر اونفاس معانا، كنت كنطل عليها من الباب ديال الحديد وكتبقى مجمعه معايا. هذيك هي اللي كانت مونساني من النار، دخلت لعندهم لتما. قلت ليه كي جاتك؟ قال لي الصراحه بغيتها، مزيانه ليا وغادي نتفاهموا. قلت ليه الله يسر سيدي، اللي عجبك انا معاك فيه، الله يعاونك. خرجت من بعد اتصلت بموالين الدار، قلت لهم راه قريب غادي نجيو لتما. وفرحات الوالده بزاف، وحتى الوالد. كنت كنصيفط لهم الفلوس كنحاول نعاونهم، ولكن دابا عاد غادي نعاونهم ديال بصح. ديك الساعه كنت كنصيفط غير شويه، دابا غادي ندير جهدي باش نعيشهم بخير، حيت صافي ديسيزيت اني نبعد على الصداع وعلى هادشي كامل ونعيش حياتي بحال الناس. كانوا في لي كونط بونكير ديالنا مبلغ صراحه يحترم ما قليلش. صراحه جمعنا بزاف ديال الفلوس في ايام داك مايكل، اللي واخا هكاك بقى فينا كاملين طريقه باش مات، واخا هكاك كان شجاع وكيدافع على المافيا ديالو. داكشي علاش بقى في عينينا ديما كبير. المافيا تفرتكات الاخوان كل شد الطريق. وانا ديك الليله دخلت للدار، جبت واحد القريعه وجلست مع الدراري وقلت لهم يلا غادي نتعاودوا ليا كل شيء من نهار شدوكم دوك خوتنا. يلا دويو، بقاو كيشوفوا فيا وكيضحكوا. قلت لهم الدراري بغيت نعرف هاد الضحكه دا خرج علينا من النهار الاول اللي درناها نضحكوا عليها، قولوا لي شنو كاين، يلا عاودوا ليا. قال لي طريق كانوا حابسيننا تما وكيعطيونا الماكله مره في النهار، بعض المرات كيجيو يشبعوا فينا عصا غير هكاك ما كنديروا والو. عرفت بلي خوتنا عذبوا الدراري ديال بصح حيت كان لاطراس في الحموم، شكوني حيت اعتقتهم ودرنا بلي غنبدلوا المدينه هاد السيمانه وما خاصش نبقاو هنايا. وفعلا دازوا 4 ايام وحنا نتحركوا من تما، قصدنا مدينه اخرى وخلينا كل شيء من ورانا. كرينا واحد الدار بين ما لقينا شي فيلا تكون كافيه انا وناخذوها.
حيت دابا عندنا اللعاقة. لي كونت ديالنا عامرو منين كنا خدامين مع داك خونا، وفعلا مع الوقت لقينا واحد الفيلا وبقينا ساكنين تما كاملين. يحيى تزوج بديك ختنا اللي كانت معانا، وطريق تعرف على واحد ختنا واحدة اخرى، ومع الوقت حتى انا عرفت واحد ختنا اللي كانت سميتها لورا. كنت كندوز معها الوقت بزاف وعجبتني، حيت ختنا كتفكر وشخصية ديالها زوينة بزاف، وفعلا وليت كنبغيها وكتبغيني. فواحد النهار كنا جالسين وعاودت ليها كاع ليستوار ديالي وتفاهمنا باش غادي نتزوجو، وزقينا النهار. كان باقي شهر، دازو ايامات وغيرنا في الروتين ومشينا للمغرب حنا ودوك البنات كاملين وتزوجنا تما. شفنا عائلاتنا وتهلينا فيهم وعطيناهم كاع داكشي اللي خاصهم. كنا انا ونورا ويحيى والبنت اللي معاه وطريق والبنت اللي معاه عايشين حياة زوينة. درنا الديور في المغرب ورجعنا عاود تاني درنا الديور تما، وبقينا ناشطين بيناتنا وما تباعدناش. حتى لواحد النهار خرجت باش نتقدى شي لعيبات، وفاش جيت لقيت واحد خونا مشدود ورابطينو تما لداخل في الفيلا. سولتهم قلت لهم شنو كاين، قالت لي لورا بلي هاد خونا قاتل مأجور مصيفطو شي حد باش يصفي علينا كاملين، ولكن شدوه عياو معاه باش يقول لهم شكون صيفطو وما بغاش. زدت لعندو وقلت ليه راه لما دويتيش غادي تموت، ما يسيق لك حتى شي واحد الخبار هنايا، اصلا انت غير قتال ما غايشوفوش فيك كاع. بقى ساكت واحد شويه وهزيت السلاح ديالي تما يتقاصدو. يلا وصلت لعندو ويقول لي صافي انا غادي ندوي. بدا كيدوي وقال لك هو كان خدام مع واحد المافيا وبسببنا حنا تفرتكات ديك المافيا، وما لقى ما يوكل لولادو ولمراتو، وبقى باغي ينتقم منا ويكون قاتل ماجور ويقتلنا كاملين. ومنين تحن سر مراتو طلبات لي الطلاق ودات حتى الولاد، وقال لنا بلي حنا هما السبب في هذا الشيء، حنا السبب في انه تحرم من ولادو ومرتو، حنا اللي خسرنا ليه العيشه ديالو وجا باش ينتقم منا. قلت لي دابا صافي هاد الشيء علاش منوض هاد الفيلم كامل، انا غنتهلا فيك غنعطيك الفلوس وتولي خدام معايا، نعطيك الفلوس اللي تكفيك ونبقى نخلصك مزيان. بقى كيشكر فيا وهو فرحان وصيفطو يمشي فحالو حيت باين من كمارتو بصح هادشي اللي قال راه هو الحقيقه. من داك النهار ما بقى ناض حتى شي صداع. يحيى تزاد عنده ولد وبنت، طريق تزاد عنده بنت، انا تزاد عندي ولد، عشنا في ديك الفيلا كاملين وبقينا كنصيفطو لعائلاتنا وكل صيف كنهبطو لعندهم. بعدنا على الصداع ديال بصح باش على الاقل ولادنا ما يعيشوش في داكشي اللي عشنا فيه حنايا وما يشوفوش الوجه القبيح ديالنا. وبقينا على هاد الحال بخير وعلى خير انا وصحابي، وما نسيناش والدينا كاع، راه كل صيف كنهبطو وخدينا اليوم دار تما وتهلينا فيهم. وهنا سالت قصتي، قصه الواشمه والمكاريب ثلاثه. اصدقائي القصه سالات، نتمنى تكون عجباتكم وفي المستوى ديالكم. فاش لقتي حيت هادشي اللي كيعجبكم ما عليناش. احبكم في الله، ليله سعيده، اديوس اميغوس.